العتة في الدلاب عن هزره خميرة عكننا. ايه ده؟ ايه اللي ملبسك كده يا كبير؟ قصدك ايه اللي مقلعني؟ البت هدية الله يجازيها غسلت كل الخلقات. يعني ايه؟ طب وهتنزل بايه وانت خارج؟ والله ما باينش فيها نزول النهارده. لا بقى، انت وعدتني ان احنا هنخرج. والله على عيني على عيني. بس اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ انا عندي فكره. ايه رايك لو تستلف هدوم من اخوك جوني؟ باه استحاله، ده انا اتدرس في البلد، ده انا عندي البس غازيه وامسك صداعات احسن لي. ليه يعني؟ انا مش فاهم، ده حتى جوني لبسه ستايلش جدا. بتسمي لبس الخنافس ده ستايلش؟ مالها الجلابيه؟ الواحد من يوم ما انسلت من بطن امه وهو لابس جلابيه تديك هيبه. يعني ايه؟ عايز تفهمني ان احنا يوم خطوبتنا هتلبس جلابيه؟ لا طبعا. انا هلبس فوقيها عبايه صوف انجليزي معتبره. جلابيه ايه ولا عبايه ايه بس؟ طبعا مش هينفع. انت مش عارف ان اليوم ده هيبقى مليان صحفيين ونجوم؟ دي صورنا هتنزل في كل الجرايد. انت هتلبس بدله وبراند كمان. لا بدلتي ما تعودتش على كده. طب ولو قلت لك عشان خاطر ايه؟ عشان خاطري يعني. داني عشان خاطرك البس ميول. بجد يا كبير؟ ما كنتش عارف ان انا خاطري عندك كبير قوي كده. ده مش خاطرك بس اللي كبير، ده كمان ايه يا كبير اللي مقعدك في السكه كده بغياراتك الداخليه؟ البجاحه ايه اللي مقعداني هنا وكده؟ شوفي انا اروح ادعبس في الخلقات، اول ما القى حاجه نشفت هلبسها وديلك طوالي. وين ميرك ماي هارت سي يو لاف مي اجين، وين ميرك ماي هارت سي يو لاف مي اجين. خلاص محدش هيحترمني في الكونتري دي تاني خالص. اقول لهم ايه؟ اقول لهم عملت لكم حفله بمناسبه ان بقيت النيو عمده والمطربه حلقت لي. فعلا يا جوني منظرك بقى زباله. يا ريتني كنت جبت إلتون جون ولا جاي زي. خلاص بقى يا جوني اللي حصل حصل، خلينا دلوقتي نفكر هنقول ايه لاهل البلد. طب ما تيجي نصالحهم نعزمهم على مارشميلو دوناتس اي سويتس. اهل البلد مقدور عليهم، المشكله في الناس التانيين. ناس تانيين؟ الناس اللي حوالين البلدان اللي حوالينا. يعني ايه؟ مش فاهم. انت عملت ايه يا توماس؟ معلم انا ما عملتش اي حاجه، انا عزمت اهل البلد وطبعت كام تذكره كده بعتهم لاربع بلدان حوالينا. سون اوف او ماي جاد. ما يا جوني انا ما كنتش اعرف، يعني انا كنت ايش عرفني انها هتروح تتجوز الكبير وتحبه وتغلغلنا الحفل. بليز ما تعملش حاجه تانية من غير ما ترجع لي. اوكي جات لي بقى حاجه. شرع يا بنتي يا هديه. ايه عاوزك تعملي لي فنجان قهوه زين وش تقيل ما يتشالش الا بسكينه معجون. ماشي. انا مين؟ يا لهوى بالي. هو الصوت الحلو ده اللي حنين ده يبقى صوت مين يعني؟ فزاع الجحش ولا عم جابر؟ اكيد صوت ست الحسن والجمال. طب بص بقى، زي ما انا دورت عليك ولقيتك عايزاك انت كمان تدور عليا وتلاقيني. غمايه يعني؟ شو يعني؟ عسكر وحراميه. مش فاهمه. اقول لها ايه دي؟ هيدا نسيك. ايوه يلا. انا فين؟ انا هنا انا هنا. اقفشك. لا لا اقفشك يا بنت. ما تقدرش. هنا 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 هنا. هتروحي مني فين؟ تعالى بس. انا ما وريش حاجه غيرك. انا هنا يا كبير. يا كبير بلا صغير. تعالى قفشتك. قفشتك. القهوه يا كبير. ما تشيل اللي انت حطه على عينيك ده. صدقك ده احسن. بدل اللي جلسيه وصلت يا كبير. عن جد عم تحكي؟ فرجيني فرجيني. وريني اللي قماشك ده. من الجناب. لمين البدله دي؟ دي للكبير عشان يوم خطوبتنا. فرجيني لك شو حلو. فرجيني. يا دلهانه
هتلبس بدله؟ امال هلبس بوكسر؟ لا هو لسه يا ما هنشوفه كمان. امسكي هات غرب الوش السعاده. قصدك ايه يا بت؟ قصدي ان السنيوره دي مغمياك وسايقاك وراها لحد ما تكنفلك على وشك. انت اتجنيتي يا هديه؟ ما انت ما شايفش لما تعمله يا كبير. انت مالك اعمل ايه؟ ولا عشان سكت لك هتسوقي فيها؟ فوقي يا هديه واسمعيني زين. عاوزه تقعدي هنا بكرامتك ما اسمعش حسك واصل. لو فتحت خشمك هاكلك الجزمه القديمه. يا ست الناس يعني خلاص ما فيش فايدة؟ طيب راجعي نفسك. خذ يا فزع الشريط ده اديه للكبير لما يصحى وروح انت على العربية وانا جاية وراك. من جنابك. هدية هدية انت رايحة فين يا هدية؟ وايش الشنطة دي؟ ماشية وسايبهولك. اشبعي بيه، عجبك قوي يا اختي. انت لسه ما تعرفيش حاجه عن الكبير. انت سمعتيه وهو بيشخن كانك نايمه وجنبك وبور زلط. انت حتى تخافي تمسكي شراب من شرباته بعد ما يقلح. طب جربي كده تعملي حاجه غلط وانت تلقي كف ينزل على وشك الجميل ده يعمل لك نيو لوك. ولا اجدع حدا دكتور تجميل يعدل وشك تاني، ولا حتى المقاولين العرب يعرفوا يعدلوه. وانا عن نفسي سايبهولك. ما هو قالوا لنا زمان الراجل اللي يخون شدي عليه السفون. ست هديه، ست الناس هملت لك الدار وسابت لك الامانه دي. اهدى شريط يا كبير. اخطب الوش يا غبي. عزيزي الكبير، عندما تستمع الى هذه الرساله
سأكون أنا في الميكروباص في طريقي إلى دار أبوي. أما بخصوص موضوع جوازك من السنيورة، فأنا أتمنى من كل قلبي لراجلي اللي كان جوزي إنها تطربق على دماغك ودماغها. روح، أنا فايتك للغزية، تسلت منك هيبتك وتقلعك الجلبية وتلبسك المنطلون والقميص وتخليك تسبسب شعرك وتعمل قصة، ولا أنت أصلا ما عندك شعر، وتبقى جوز الست. وختاما بهديلك الأغنية. نيكول، انا يعني كنت عايز اقول لك على حاجه. بصراحه انا كمان ما اقول لك شيء. يبقى قولي انت الاول، ليديز فيرست معروفه. ما بعرف كيف بدي اشرح لك اياها، بس لقيت انه ما راح اعرف اتكيف على الحياه هون. عندك حق، بلدنا حر على الاخر. انا عملت حسابي، بعدت جبت تكييف 4 حصان. انت مش فاهم قصدي. انا قصدي اقول ان انا مش هعرف اعيش في البلد هنا، وبصراحة ما أقدرش أخد راجل من مراته. وأنا كمان ما أقدرش أخد راجل من مراته. أقصد أقول ما أقدرش أسيب هدية. هي صحيح جاموسة، بس بنت حلال وعشرة عمر. معلش يا كبير، اللي عملته هدية ده عشان بتحبك. أنت طيبة قوي يا نيكول، يعني بتدافع عنيها بعد كل اللي عملته معاكي. صدقني ده طبيعي. أنا لو كنت مكانها أو أي ست في الدنيا كانت مكانها كانت برضو هتعمل كده وأكتر كمان. تعرفي اليومين اللي عشناهم سوا دول مش ممكن أنساهم. وأنا كمان أثروا فيا قوي. كنت عايزة بس أستأذنك إن أنا أغني في الحفلة. حرام يعني الناس اللي إحنا وعدناهم. ليه؟ Do it. وادو يلا بقى. خلي بالك على نفسك. ها اوكي نيكول. ممكن طلب صغير قدك ده؟ تعالي هدايا خش. شوف جبت لك مين. نورتي بيتك يا هدية. اكده تفوتيني الحالة في الدار. ما انت عارفة اني ما اقدرش اعيش من غيرك. انت اللي فوتني الاول. خلاص بقى يا هدية، ما انا قلتلك انه كان متضايق من اللي عمله معاكي، بعدين هو اللي بعتني اجيبك عشان يصالحك. هدية ما تبقيش غادية تمال، ما نتعاتب قدام الناس اللي ما تاجي ما تأجي نتعاتبوا فوق. ها نقفل الباب علينا في الأوضة لوحدينا ونتعاتبوا. ماشي.